احنا دلوقتي داخل استاد برج العرب وانتهاء لقاء الزمالك والمصري في الدوري. خليني اقول لكم بقى كواليس اللقاء اللي كان النهارده هادي من ناحيه الجماهير، لكن كان عصبي قوي عند الكابتن حسام حسن النهارده. طبعا في بدايه اللقاء كده قبل ما الماتش يبدا راح الشناوي، هو اول لما نزل يسخن حراس المرمى بتوع المصري وسلموا عليهم، لكن في بدايه اللقاء طبعا النهارده كابتن ايهاب جلال ما راحش يسلم على كابتن ابراهيم حسن ولا الجهاز المصري، لان طبعا احنا عارفين يعني الازمه الاخيره اللي كانت ما بين المصري والزمالك بسبب تصريحات الكابتن حسام حسن. لكن اللقطه غريبه ان مراقب المباراه هو اللي راح سلم على الدكتور، راح سلم على دكه الزمالك وراح سلم على دكه المصري. النهارده طبعا حسام حسن بيدير المصري من المدرجات، كان دايما باستمرار بينادي لابراهيم وبينادي لاكثر من الناس، من حد من الناس اللي موجودين في الجهاز الاداري المصري، كان بيتكلم معاهم، كان في انفعالات مستمره باينه على كابتن حسام حسن النهارده على طول الماتش، كان دايما منفعل بشكل مستمر. لكن خليني اقول لكم ان كابتن حسام كان خارج يعني ما بين الشوطين كده كان هادي قوي، كان ماسك كوبايه الشاي في ايديه كده كان ماشي راسي قوي وهادي قوي. كابتن ايهاب جلال كان طالع برده لحد ما يعني مرتاح من النتيجه في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني الدنيا سخنت بقى بشكل قوي جدا. اول لما كابتن ابراهيم حسن شايف ان حكم اللقاء تجاهل احتساب ركله جزاء المصري، كان في انفعال قوي جدا من الجهاز المصري، وكابتن ابراهيم كده راح وضرب الدكه اللي هي بتاع المصري. كابتن حسام بقى هو اللي انفعل بشكل قوي ويعني حط ايده على بقه كده وكان يعني بدا يشتم شويه الفاظ كده ما كانش ليها اي لازمه لحكم اللقاء، بس كان كابتن حسام فضل حاطط ايده على بقه. خليني اقول لكم ان الدنيا بقى اتحولت اول لما طبعا المصري جاب الجون بتاعه، كابتن حسام يعني احتفل بشكل قوي، لكن الغريب اللي كان فيه حد واقف جنب كابتن حسام عمل برضو حركه سيئه كده وفضل يعني يدرع بايديه كده للناس اللي موجوده، ما كانش المنظر يعني لطيف، كان منظر باين اللي هو ملوش لازمه انت جايبه متقدم، ملوش لازمه انت تعمل حركه زي كده. طبعا النهارده كانت الدكتين سواء دكه المصري او دكه الزمالك مشدوده في الفتره الاخيره، كابتن ايهاب جلال واقف كان منفعل بشكل قوي، مش عاجبه الاداء لكنه ما بيتكلمش يعني واقف كده غاضب ما بيتكلمش. كابتن حسام بقى وجهاز المصري وكابتن ابراهيم هم اللي كانوا بالكامل واقفين، كابتن حسام كان دايما من الوقت للتاني يسال حسن مصطفى فاضل قد ايه في الوقت، كانت الدنيا مشدوده على دكه المصري لحد لما انتهى اللقاء، كان في احتفالات قويه بقى المصري. كابتن ابراهيم حسن راح كده ناحيه الجهاز او الاداريين الزمالك اللي موجودين بره بتوع مجلس الاداره وفضل يعني يعمل حركات بايديه لكن حركات مشروعه، يعني ما كانش في حركه كده او كده، بس يعني احتفل بشكل قوي قدامهم اكتر من مره. كابتن حسام حسن وهو نازل كده من المدرجات قلع الكاب وسجد. لعيبه المصري النهارده راحت كلهم وحضروا حسام حسن وشالوه وفضلوا يحتفلوا بيه بعد اللقاء. طبعا النهارده لعيبه الزمالك بتغادر وهي حزينه جدا، جمهور الزمالك احد الجماهير طبعا كان موجود كده وقعد يعيط، كان يعني رغم ان هو راجل كبير بس كان الحزن باين عليه بشكل قوي. النهارده نقول هارد لك لنادي الزمالك ومليون مبروك للنادي المصري على فوز النهارده.